منصور. شنو معاناتكم هنا؟ والله ما اعرف ايش اقول لك. ايش؟ الله يخبر ايش اقول لك يا اخويا. اي والله. ليش ما تعرف؟ خلي على الله. والله معنات الغاز ما يجينا، حصة قليلة وجبة. نعم هاي. الغاز ما استلمته بعد؟ لا والله ما استلمته، بس كل شهرين ما اعرف ثلاث اشهر يلا ينطلق 100 لتر. مواد غذائية؟ مواد غذائية بس أربع أشياء ينطل. يعني استلمته؟ نعم. تعال شوف أنت غادي الوسخ، تعال. أتمنى إنه غادي عنه لي غادي وشوفوا المزبلة، هاي كل شهرين ثلاث أشهر يجمعون من المنطقة فلوس وينظفوها. إيه وزعوا هاي مال 48,000 طلعوا الشباب ينظفون ينطوهم 48,000 448,000. بهدلونا والله ماكو كل شيء، لا كهرب لا الماي، كل اسبوع 10 ايام دي يجي له، هسه الماي مقطوع. ماي ماكو 10 ماكو 10 خمس ماكو ماي. كهرب ماكو، يجي ساعه زمان ينطفي. يوميه ساعه، صبح ساعه وبالليل يجي له ساعه. زين الغاز بطاقه تموينيه؟ والله الغاز هسه سجلوه على اساس يجي، هاي صار خمس اشهر ماكو غاز. طو مره واحده بالعاشر ولحد الان بعد ماكو غاز. مطالباتكم من الحكومه؟ ها؟ مطالباتكم من الحكومه؟ والله اريد يرجع الامن ويرجع المواد، ترجع الحياه ترجع طبيعيه، يوفرون يطلعون ينظفون، اهم شيء التنظيف والماي والكهرباء. كل 10 ايام مره يجينا مي، يا حال هذا ويجي على الشارع عام ضعيف واحنا ما يصلنا، احنا فوق ما يصلنا. يعني ما يقدر يضخون شويه قوي حتى يجينا مي؟ مي ماكو، انا راح اشتري مي. تنكرات تشتري مي. ايش تنكرات تشتري؟ تنكي ترسل 5000 دينار، يعني تنكين 10000، ايش هذا؟ واحنا ما عندنا متقاعدين، عم نقدم متقاعدين عمال رواتب ضعيفه، ما ينتون رواتب كل شهرين ثلاث مرات ينتون. هاي اول وثالثه. الكهرباء مواد غذائيه؟ والله مواد غذائيه قاعدين ماكو، تم هذا ماكو، شهرين ثلاثه ماكو. طحين ما يسوى له فلسين، يعني يعجنوا خلي بالعلاقة ست على المزبله. ما ينخبز. كهرب عندكم؟ كهرب كل يجينا ساعتين ويطفي 10 ساعات ما يجي. الانقاض المتواجده بالمنطقه يعني، وبالنسبه للركامات الاوساخ المتوفره بالمنطقه ما حد يجي يشيلها، والبلديه يعني شغلها بطيء، المنطقه شوارع ما مبلطه، والماي كل يمكن 10 ايام مره يجينا ماي، الوطني يمكن باليوم 4 ساعات يجينا او ما يجينا. هاي المعاناه اللي نعاني بالمنطقه، والتدريس نسبه التدريس صفر يعني بالمدارس بصراحه. يعني التعليم الطالب يروح صف خامس ابتدائي لحد كل شيء ما يعرف، حتى حرف الف ما يعرف يقرا. هذا المعنى. شنو مطالباتكم من الحكومه؟ يعني يمد يد العون على المواطنين، يعني من ناحيه التعليم يركز على التدريس، يشجع البلديه على رفع الانقاض، المي، يعني احنا البلد الوحيد اللي بين نهرين ومي ماكو بالمنطقه. معاناه الله كل شيء يسكن، خدمات ماكو، شغل ماكو، الطلبه كلها وصف مثل ما اشوف هاي وصف هنا المزبله كلها بين مناطقين فوق. ما يجي ما ينظمون بس على الشارع بس، رواتب ماكو ما ينطون رواتب على القطاع من عندهم. والله معاناتنا احنا صارنا سنه بنتحررنا، البطاقه التموينيه كانت بذاك الجانب، ما طولنا شهرين احنا على الساحل اليسار ورجعنا سلمت البطاقه التموينيه عند وكيلنا بالايمن. من سلمتها لحد الان كل شيء ما استلمنا اي مواد غذائيه، كل ما اجي على الوكيل يقول لي والله اسمكم ما جاي. يعني هاي بهاي السنه كل شهر يجي له اسمين يدقون حاسبه، اذا على حسبتهم يعني مليون واحد بالموصل، هاي بعد راد لها سنين وعامات على ما العالم تاخذ مواد غذائيه. نحن نرجع نطالب من سيد المدير الشركه العامه للتجاره بني صار عندنا الموافقه على الحصول على تسليم البطائق يعني للوكلاء حتى يباشرون يعني باعمالهم، اللي محتاجين اول شيء الغاز ومحتاجين المواد الغذائيه. والله العظيم كلها مصرف، يعني هذا الشتاء قضيناه برد، وخلال 3 سنين بوقت الدواعي شمت 3 سنين قضيناها بالبرد، يعني الى متى؟